يقول: وجد رجل 15 دينارا في الطريق فأكلها كاملة، وبعد حوالي سنة فكر وقال إنها مال حرام وأراد أن يتصدق بها، فأقرض بعض الناس ثم طلبها فلم يعطه إياها. هل يجوز أن يقول إن هذا المال الذي أقرضته بعض الناس أنا أتصدق به عن صاحبه الأصلي؟ هل يجوز هذا أو لا؟ عليه أن يطالب بالقرض الذي أقرضه، وإذا صدق به على نية الأجر لصاحبه. والقرض هذا ثابت، هذا المال الذي وجده واستنفقه دون أن يعمل بأحكام اللقطة هذا يكون في ذمته، باق في ذمته، فيخرج ما يقابل هذا المبلغ ويتصدق به ويطالب المقترض بعد ذلك بما له عليه من الدين، لا علاقة لهذا بهذا. نعم.